في هذه المواجهة التاريخية رقم 20 بعد المئة في بطولة لكسر التعادل. ديكلان يحاول لكن رافائيل فاران يتدخل ثم تريموت ميسون داخل المنطقة يمر يعطي ويضرب ولكن الدفاع يتدخل. كرة في انطلاقة هجمة خطيرة للهامرز لكن هاري يمكن أيضا التغطية موجودة ثم برونو يصر عليها يقاتل وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. رونالدو يتقدم رونالدو حاطها ولكن القائم يتدخل ثم تعود مرة على تنفيذ الضربة ركنية. برونو يرسل عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها دقيقة تراجع واستلم رونالدو يمر يعطي ويضرب ولكن ديان أنطونيو أمام ماجواير لكن ماجواير ينجح في المرة الثانية. ممتاز 13 دقيقة ينجح في توم وهذه كرة قوية تأتي بالراس في مدخل المنطقة عرضية تأتي بالراس ولكن بعيدة بعيدة الكرة المضية جاءت العرضية من جهة عن طريق دالوت كرة عرضية تأتي ولكن بعيدة جدا الكرة المضية. رونالدو بعيد طويلة رونالدو يسقط كريستيانو يطالب يصرخ يطالب بوجود ركلة جزاء. حكم المباراة قال لا شيء الكرة ذلك إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية تماس تأتي ولكن هناك حكم المباراة من خلال اللقطة الماضية يشير جاء ترافورد. الكرة تعود مرة أخرى في وسط دالوت يمر يعدي دالوت ولكن بالغ ملمسه باتجاه لانكا تمريره الى رونالدو يتقدم رونالدو لا يوجد تسلل باتجاه جرينوود ولكن كل الطرق مغلقه باتجاه جرينوود للامام. هذه المحاوله لكن ايضا التغطيه من جانب اريو خطيره عند ميكائيل خطيره عند فورنالاس ولكن دييغو ثم الضربه في الجهه اليسرى عرضيه الى منطقه الجزاء في انتظار الضربه ولكن تاخلانجا يضرب كره تصطدم تينيس عرضيه رونالدو ولكن الدون يسقط في اللقطه الماضيه ويبدو فريد يحاول فريد يضرب اريولا على طريق البرازيلي تينيس عرضية تأتي ورأسية من جانب توماس ثم تلمة ممتازة كريستيانو في انتظار ظهوره في انتظار بروزه في انتظار فورنالاس تمريرة باتجاه أرون كريسو لكن إيلانجا على طول وباول يضرب في منتهى الخطورة باون باليمنى هذه المرة باليتا الظهير الأيمن الأسبق طبعا للسيتي ولي فريق وستام كرة تعدي إلى تماس ثم باون يحاول ماجواير دفاع من جانب هاري وممكن أن يأخذ عرضية محاولة وكرة تبعد من جانب كريستيانو ثم تعود مرة لكن كوفال على طول يتدخل كوفال ويبعد الكرة إلى خيات الآن كرة عرضية ضربة راسية ولكن تعدي فاران أراد أن يسجل ثم كريستيانو ثم رونالدو التمريرة وين رايح يا دالوت غريبة عرضية والمتابعة ولكن إلى خارج الملعب الكرة المضية متابعة كانت موجودة يرسل عرضية لمنطقة الجزاء واريولا فوق الجميع وصلت إلى برونو قوية ولكنها بعيدة جدا كرة برونو فرنانديز يبحث عن المرور تمريرة ممتازة راشفورد وكرة تبعد إلى خارج الملعب عن طريق باوين ينطلق باوين يحاول تغطية موجودة ثم حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ لوكالي ديكلان عرضية إلى منطقة الجزاء ثم تعود مرة أخرى سويل ولكن بعيدة جدا كرة إلى خارج الملعب إلى فرنانديز كرة عرضية متابعة موجودة تدخل في اللقطة الماضية وحكم المباراة يشير لوجود خطأ حاول فيها رونالدو إلى تيليس يصوب ولكن لا حلول اختار ميكائيل يحاول يضرب ودخية بكل ثبات وينتظر برونو لا ينتظر برونو يضرب وكرة تعدي باليسرى جاءت بعيدة جدا من جاء في مواجهة الفريقين في السنوات الماضية. الكرة في وسط الملعب استعد محاولة وصلت برونو داخل المنطقة ولكن التغطية من جانب الاتجاه دييغو دالوت بعض القرارات
الخاطئة التي اتخذها ترسل عرضية لمنطقة الجزاء راسية تأتي ومر برونو يعدي برونو يمر رونالدو ديكلان رايس يرسل عرضية تأتي ودخية غير مع ثم انطلاقة ثم مارسيال ديانو مارسيال كافاني عرضية تأتي الأخيرة الأخيرة قاتلة الأخيرة كان